ياسر 3-2 الرئيسي. أرسل. تفجير! 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 في هذه الحلقة من النجدة، الشرطة تفكك جسما مشبوها على أطراف المحافظة. القبض على مطلوب خلال مروره على حاجز اعتيادي. قوات الدفاع المدني تتعامل مع حريق ضخم في أحد مطاعم مدينة رام. تبعنا موضوع الدورية اللي انت عندك من هون. رئيسي سبيل ثلاث، سبيل ثلاثة جاز. أصحاب القوة الخاصة من المكافحة بالاقتتال والتحرك والتواصل مع خاصة الحزم، الأمور جاهزة. صحيح صحيح باشا، كذلك. بالتوفيق للجميع. تتجهز القوة الشرطية لبدء جولات اعتيادية هذا المساء. يوميا في عنا طابور صباحي وطابور مسائي قبل ما تنطلق القوة للعمل. في الطابور يتم تفقد جميع القوة العاملة حسب كشف الدوام، يتم تفقدهم، تفقد الهندام، تفقد الزي العسكري بالكامل والنظافة الشخصية، كل شيء على ما يرام بده يكون. ومن ثم كل شخص في الطابور بيعرف وين هو بده يكون عمله لهذا اليوم أو لهذه الليلة، وين بده يكون موقعه بالضبط، شو المهمة المطلوبة منه، ولأي ساعة بده يكون يعمل، ومن ثم شو نداءه بيكون على اللاسلكي. معنوية جيدة وحوش، يعطيهم العافية. طيب الليلة كالمعتاد زي كل ليلة حسب تقسيمة الدوريات، كل واحد يتحرك على مكان عمله ويكون في واجباته على أكمل وجه، ويكونوا منتبهين وحذرين. كتفون سلاح، نعطيهم العافية الجميع. أرسل أرسل فايدة ميدان السيد. صحيح غير العمل الاعتيادي. نجد 4-1 أشير. أرسل أرسل. يريد بلاغ لغرفة عمليات الشرطة يفيد بوجود حريق هائل في أحد مطاعم المدينة ويتطلب تحركا سريعا. We'll be right back.
وردنا إشارة من العمليات تفيد بوجود حريق في منطقة الطيرة. على الفور تم تحريك أقرب دورية من الدوريات المنشورة أصلا سلفا للمكان، وعند وصول المكان فعلا تبين أن في حريق في الطابق الخامس في أحد المطاعم الموجودة في المكان. في أسر أربع رئيسي. بإشارة من العمليات تحركت الدوريات رفقة طواقم الدفاع المدني فورا، وباشرتا عملهما اللازم بالسيطرة على الموقع وإخماد النيران. على الفور تم إرسال والاتصال بالدفاع المدني، الخدمات الطبية، الإسعاف، وكذلك تم إرسال الدوريات لعملية المساندة في إخماد الحريق وكذلك تأمين المنطقة وعزلها بالكامل، حيث تم تحريك دوريات المرور ودوريات المركز المديني ودوريات من الشرطة الخاصة للمساعدة في إبعاد المواطنين أو الذين لديهم الفضول لمعرفة ماذا يدور في المنطقة وسبب الحريق. نصف ساعة مرت لم تتوقف خلالها مضخات المياه ولم تنجح في إخماد النيران. يعني طبيعة عمل الدفاع المدني منصوص عليها في قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1998، أهم ما جاء فيها حماية الأرواح والممتلكات. يا شاب مش عندك كهرباء، اشتغل مش كهرباء. كان لابد من الاتصال بشركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي كون هناك أسلاك للضغط العالي قريبة من المطعم، وقد هذه تؤثر سلبا على عمليات إخماد الحريق أو تشكل خطر على حياة المواطنين بسبب استخدام المياه وقربها من أسلاك الضغط العالي، لهذا تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة. وفي الأثناء تحيط طواقم الشرطة بالمكان وتبعد المواطنين عن الخطر. تصل طواقم الدفاع المدني الإطفاء إلى المكان الحدث ويقوم بتقييم أولي للموقع الذي يتعرض للخطورة والحريق، فإذا كان هناك حاجة لاستدعاء طواقم أخرى مثل طواقم الإنقاذ أو السلم الهيدروليكي فعلى الفور يتم تحريك هذه الطواقم لمساندة طواقم الإطفاء الموجودة في المكان. يتم تأمين المكان من خلال رجال الإطفاء ومن ثم تدخل الطواقم الأخرى. التجمع الكبير للمواطنين بمحيط المكان عرقل حركة السير وأعاق وصول إمدادات المياه وطواقم إخماد النيران المشتعلة. سيارة السير طلع فوق شوي، سلك السير لانه تكن مي هيجي. تم عزل وقطع المكان بالكامل وإبعاد جميع المواطنين وإخراج من كان بالداخل على الفور، وفتح المجال أمام قوات وطواقم الدفاع المدني وبوجود خاصات المباحث للتعامل مع الحدث. تم إخلاء جميع من كان بداخل المطعم وجاري عملية إخماد النار
في الطابق الأخير من قبل الدفاع المدني وبمساندة بقية الأجهزة الأمنية من الشرطة والأمن الوطني وبقية الأجهزة، حيث الحمد لله لم تسجل سوى إصابة واحدة حتى اللحظة إثر تطاير الزجاج من زجاج المطعم والمقهى. صحيح، إذا كان التعامل وإبلاغ المعنيين التحرك طرف الإصابة في الاستشارة، حاليا الوضع مسيطر عليه ولكن بحاجة لتنك المياه لتزويد الدفاع المدني والمساندة في إطفاء بقية ما تبقى من الحريق. سنجد أبو سلمان سكتر من تحت، خليش عليه يفوت إلا الشرطة والإسعاف. مشروع نص ساعة زمان. صحيح رئيسي، من قبلنا سيتم التواصل مع المعنيين هناك وتشغيلكم أي جديد. ياسر ثلاث رئيسي، رئيس الجيش. أربعة أربعة واحد. حاليا تكون طواقم الكهرباء، شركة الكهرباء بفصل التيار، فصل التيار الكهربائي بسبب عمليات الإطفاء في المكان، خوفا من تعريض حياة المواطنين لأي خطر أو أي أخطار قد تحدث بسبب تطير المياه على أسلاك الضغط العالي. بعض الأخشاب ما زالت بعض النيران فيها مشتعلة، حسب الدفاع المدني أنه المكان حاليا آمن ولكن بانتظار حتى الانتهاء بالكامل. بنعطيكم صورة الموقف. صحيح، هو تفقد جميع المبنى، الدفاع المدني تفقد أنه في أشخاص من عدوى وداخله. صحيح، تم تفقد المبنى بالكامل وجاري التشييك مرة أخرى مع خاصات الدفاع المدني. السلام، يعطيكم العافية جميعا. السلام. صحيح، بعكس السير، بعكس السير من جهة المقهى، بعكس السير من جهة المقهى مسموح له. استلم. صحيح، بعكس السير من جهة المقهى. استلم. تجد أرسل دير بالك على شكون خشب هذا. اسمع 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 ا
حاليا تم العثور على انبوبه اسطوانه غاز وتم ازالتها والتعامل معها من قبل الدفاع المدني، كانت ما زالت موجوده بالقرب من الهب. لاحظ أحد رجال الدفاع المدني وجود اسطوانات غاز داخل المنشأة، فقامت الطواقم بإخراج الاسطوانة بالطريقة الآمنة وبطريقة سالمة بحيث نأمن مخاطرها، بحيث لا يتعرض رجال الإطفاء إلى أي مخاطر منها وكذلك المنشأة. وأخيرا تمكن الطواقم الدفاع المدني من إخماد النيران وانطلقت لتفقد العمارة وتأمينها. ياسر ثلاث رئيس أجيب حاليا المكان آمن، جاري خروج الطواقم من داخل المحل والمطعم، إبلاغ خاصات صقر جهزوا حالهم لإجراء اللازم مع التواصل مع صاحب المطاعم والمقهى لاستلامها وصولا. بدورها شرعت الشرطة بالبحث للوقوف على أسباب الحريق. صحيح، إبلاغ صاحب المقهى إذا بالإمكان أو المطعم الضرورة الحضور مع خاصات صقر لاستلام المبنى بعد انتهاء الكشف اللازم. جيد رئيس صقر كول، هذا الله أصحاب المحلات معطيك إياه المباحث. يتم التأكد من تطبيق صاحب المنشأة لشروط السلامة العامة في منشأته من خلال طواقم التحقيق بأسباب الحريق، وعند الانتهاء ويقوم صاحب المنشأة بمراجعة الدفاع المدني، فإذا كان مطبقا لشروط السلامة العامة وحاصل على تصريح سلامة عامة من الدفاع المدني يأخذ تقرير الحريق ويسار به إلى الجهات المختصة، أما إذا لم يكن حاصلا على هذه الشروط فله إجراءات أخرى بتكون من خلال النيابة. صحيح 4-7 أو 4-6 أدم عصام أو أي. بدأت المباحث بالتحقيق مع أصحاب المنشأة وعمل الإجراءات القانونية اللازمة في المكان. وفي هذا الوقت يصل بلاغ آخر لغرفة العمليات عن وجود جسم مشبوه عند أحد أطراف رام الله. بتحركين الآن إلى منطقة عين كينيا. على الفور تتحرك دورية من قسم هندسة المتفجرات للمكان. تم تبليغ العمليات الشرطة، تم تحريكنا من قبل العمليات إلى المكان. تم إبلاغنا عن طريق العمليات شرطة محافظة رام الله عن وجود جسم مشبوه في منطقة الطيرة، تم التوجه للمكان. لا
وفي هذه الأثناء تبقى طواقم الشرطة على أهبة الاستعداد على الحواجز المختلفة المنتشرة في أرجاء المحافظة. وعلى هذا الحاجز تم القبض على مطلوب صادر بحقه عدة مذكرات قضائية. تحت الحجر أحيان بعد الوصول تم فحص الجسم فتبين أنه عبارة عن جسم عسكري. بعد أخذ الاحتياطات اللازمة تم إغلاق المنطقة بالكامل من كل الاتجاهات. فيما تسعى طواقم الشرطة كما العادة للحفاظ على الأمن والأمان وإبعاد المواطنين عن مكان هذا الجسم المشبوه. لا أحد يعلم حجم خطورة الجسم المشبوه حتى الآن. جاهز جاهز. تباشر قوة هندسة المتفجرات عملها بتفكيكه. وبعد الإجراءات اللازمة والمتبعة من قبل هندسة المتفجرات تم التعامل مع الجسم وإتلافه في المكان. تفجير! 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 وسط جو من الحيطة والحذر تبين أن هذا الجسم ليس بشديد الخطورة والقوة. حالة التفجير بتم النداء 3 مرات لكي يتم تحذير المواطنين. إن وجد مواطن عن طريق الصدفة في المنطقة لم يتم مشاهدته فيتم النداء 3 مرات بس فقط مجرد التحذير. وتبقى هذه الليلة مستمرة وتنتهي ليلة أخرى من ليالي النجدة. تبعنا موضوع الدوريات الليلية انت اللي عندك من هون. رئيسي سبيل 3 سبيل 3 جاز. بالقوة الخاصة من المكافحة برفقتك والتحرك والتواصل مع خاصات حازمة.
الأمور جاهزة. صحيح صحيح باشا، كذلك بالتوفيق للجميع.